سلام، مرحبا. في تتمة سلسلة عصفورين حجر وصلنا للتمرين السادس اللي فيه دونك ليكزيرسيس 6 اللي فيه لينياريزي ليكسبرسيون سين على بويسونس 4 فوا الكوس على بويسونس 4. هنا اون اوتيليزون لي فورميل ديال ترانسفورماسيون، ياك كاينه في الكيستيون لان غنخدموها بدو ميثود. دونك شنو عندنا في لي فورميل دو ترانسفورماسيون؟ عندنا الكوس او كاري، كوس او كاري دو اكس شنو هو؟ اللي هو 1 بليس الكوس ديال دو اكس سيغ دو. راح تي كان عندنا الكاري ولا واحد لا فورم لينيير، هادي هي لينيريزاسيون بالعربيه الاخطاط. كيولي فورم خطي زعما سين او كاري دو اكس دو ميم فاسون هو 1 موان الكوس، لان الدوال الخطيه هي اللي بسيطه ممكن نديرو لها لانتيغرال وكذا. هذا هو لابليكاسيون ديال هادشي نابليكيو في لي زانتيغرال. دونك سيدي سي بون. دونك شنو ولي عندنا؟ ولي عندنا الكوس او كاري دو اكس فوا سين او كاري دو اكس اللي هو 1 بليس الكوس ديال دو اكس فوا 1 موان الكوس ديال دو اكس ولتحت 2 سيغ 2 اللي هي 4. هنا خصك تلاحظ بان عندنا واحد ليدونتيتي غوماركابل 3، ا بليس بي فوا ا موان بي. دونك هي 1 موان الكوس او كاري ديال دو اكس سور 4. حنا ما كنقلبوش على الكوس كاري سين كاري، كنقلبو دو بليس على بويسونس 4، يعني الكوس على بويسونس 4 فوا سين على بويسونس 4 دو اكس راه هو هادشي هذا او كاري تاني، يعني هو واحد ناقص الكوس او كاري دو 2 اكس سور 4 لو تو او كاري. دونك اسيدي تعطينا واحد على 4 في 4 نخرجوها سي فو فولي بيان. دونك ان سير 16 هنا هي 1 موان 2 الكوس او كاري ديال 2 اكس بليس الكوس على بويسونس 4 ديال 2 اكس. دونك شنو خصنا نديرو؟ اول شيء نطلعو شويه الكوس او كاري ديال 2 اكس، نطبقو نفس الخاصيه الاولى هذه. هذه خصكم تفهموا انتم بهذه الطريقه، يعني الا كان عندك كوس او كاري ديال شي حاجه راه كتساوي 1 زائد الكوس جوج مرات ديال ديك نفس الحاجه على جوج، صافي ماشي ضروري يكون اكس. لكان دو اكس راه كدوب راه باينه. دونك شنو هي؟ واحد زائد الكوس ديال 4 اكس على 2. انا بان لي بحال لي لقاو هاد ليكسبرسيون هذا نيت، فهمتي؟ باش ان فوا بور تو تلقاو ليكسبرسيون ديالها. دونك الا ضربنا في موان 2 غتولي عندنا موان 2 الكوس او كاري ديال 2 اكس ايغال هي موان زا موان الكوس دو 4 اكس. ولا زدنا دونك الان ا تولي عندنا الان موان 2 الكوس او كاري ديال 2 اكس ايغال موان، دونك موان الكوس ديال 4 اكس. هادي خصنا ناثروا صراحه ناديه هاد ليكسبرسيون الاول. دابا غنتعاملوا مع ليكسبرسيون ديال الكوس على بويسونس 4 ديال 2 اكس. دونك الكوس على بويسونس 4 ديال 2 اكس راه هو الكوس او كاري ديال 2 اكس لو تو او كاري. هذا ديجا حسبناه اللي هو 1 زائد الكوس ديال 4 اكس على 2 لو تو او كاري. دونك شنو يعطينا هادشي؟ هذا يعطينا هو 1 زائد 2 مرات الكوس ديال 4 اكس زائد الكوس او كاري ديال 4 اكس على 4. فوالا. دونك هذيك الكوس الكوس او كاري تاني دو بليس هذاك الكوس او كاري ديال 4 اكس هو دو ميم فاسون راه هو 1 زائد الكوس خصنا تا هو لينياريزي وما يبقاش الكاري ولي كلشي لينيير على 2. داكوغ. دونك شنو تولي عندنا؟ تولي عندنا الكوس على بويسونس 4 ديال 2 اكس. هنا بويسك هاديك هاد الكوس على بويسونس 4 كاينة على 2 حتى هادو نقسموهم على 2 ونضربو في 2 باش تولي لتحت على 8 نيشان تولي على 8، ولكن نضربو كلشي في 2 ونقسمو على 2 اللي هي 2 زائد 4 الكوس ديال 4 اكس زائد 1 زائد الكوس ديال 8 اكس. ياك فهمتوني شنو درت؟ بويسك هادي على 2 حتى هنا بحال واحد المقام نقسم على 2 ونضرب في 2 باش تولي عندنا شكل واحد. دونك شنو عطينا هادشي؟ عطينا هو 3 زائد 4 الكوس ديال 4 اكس زائد الكوس ديال 8 اكس على 8.
فوالا. احنا لينياريزينا كان بوسونس 4 ولا شي حاجه لينيا يعني بسيطه. دونك نرجعوا لهاد ليكسبرسيون هذا، نشوفوا هاد ليكسبرسيون الاول نسميوه مثلا ايطوال، وهاد ليكسبرسيون الثاني اللي هو دوز ايطوال. دابا نجمعهم ونضربو في ان سير سايز، يعني تولي عندنا الكوس على بوسونس 4 دو اكس فوا سين على بوسونس 4 دو اكس. شنو هي؟ كاينه واحد ان سير سايز ياك، وكاينه هادي واحد ناقص هي موان، هنا بويس عندنا 8 تاع يعني واحد المقاطع تولي بحال موان 8 الكوس ديال 4 اكس على 8. انت هذيك على 8 يعني واحد المقام كلشي على 8. وهنا تبقى 3 زائد 4 الكوس ديال 4 اكس زائد الكوس ديال 8 اكس. دونك شنو يولي عندنا؟ غتولي دونك واحد على 16 في هذا هي واحد 16 في 8 هي 128. نعملو بها. وهنا عندنا الكوس ديال 8 اكس راها بوحدها، لاحظ معايا ناقص 8 الكوس ديال 4 اكس زائد 4 الكوس ديال 4 اكس اللي هي موان 4 الكوس ديال 4 اكس زائد 3. اي فوالا، حنا لقينا لينياريزاسيون كان عندنا لا بويسونس 4 اولا عادي، و بويسك هنا عادي راه ممكن دير لانتيغرال كدا هو لابليكاسيون. فوالا، شكرا على المتابعه، ما تنساوش ديروا ابوني للقناه باش يوصلكم الجديد. دونك ليكزيرسيس اللي جاي هو ليكزيرسيس 7، نحاولوا نديروا لينياريزاسيون ولكن هذه المره نخدموا لي نومبر كومبلكس اللي هما اللي زعما بلي براتيك بلي جينيرال. نلاحظ هنا كل ما طلعنا بزاف نقدر كتزاد الكالكيل، مثلا كون كنا على بويسونس 7 كذا، ولكن لي نومبر كومبلكس نشوفوا يعني فاسيلمون نلقاو داكشي فاسيلمون. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.